هنروح لكرة الماء، ودايما احنا متابعين يعني اخبارهم، لانه حضراتكم زي ما شفتوا في الحلقه اللي فاتت او من حلقتين فاتوا كنا مستضيفين ابطال كاس مصر للرجال. كره الماء يعني بيبذل فيها جهد كبير. الاهلي يهزم الشمس في ختام منافسات بطوله الجمهوريه ناشئي كره الماء مواليد 2005. المباراه كانت اتلعبت على حمام سباحه نادي الاهلي بفرع الجزيره او المقر الرئيسي بالجزيره، لا مش فرع، هو المقر الرئيسي بالجزيره، وانتهت النتيجه ب 11-6. فرقتنا طبعا قدمت مباراه قويه وسيطرت على مجريات الماتش ومن بدايته لحد نهايته، وده طبعا لا يقل ابدا من فريق نادي الشمس المحترم اللي احنا لولا ان نادي الشمس طبعا فريق قوي اكيد الخبر كان معانا، لانه طبعا نادي الشمس قدم مباراه قويه. ولكن يعني كره الماء في النادي الاهلي تشهد طفره. 11-6، الف مبروك، ان شاء الله يكملوا بهذا الشكل. وبالمناسبه طبعا في لعيبه من دول متصاعدين للفريق الكبير بيلعبوا معاه، فبيكتسبوا خبرات وبينزلوا يفيدوا فرقتهم.